عبر قناتكم المفضلة، قناة النادي الأهلي، قناة القرن. أسعد بصحبتكم من مجمع الصالات ب 6 أكتوبر، مجمع صالات الدكتور حسن مصطفى. أحييكم، سعدنا أن أكون معكم معلقا لهذا اللقاء، مجدي حطب. والوصف التفصيلي أيضا لهذا اللقاء أقول لحضراتكم سريعا كده، الأهلي إن شاء الله لا بديل له عن الفوز. الفوز يضعه أول المجموعة ويصعد بالترتيب الأول وله نقطتان. بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا متابعينا عبر قناة النادي الأهلي قناة القرن، أسعد بصحبتكم من هنا من مجمع صالات دكتور حسن مصطفى. والوصف التفصيلي والتعليق لمباراة كرة اليد بين الأهلي والزمالك، لقاء لا يقبل القسمة على 2 للنادي الأهلي. في حالة الفوز إن شاء الله يكون أول مجموعة بيصعد بنقطتين في الترتيب من 1 لـ4، ودورتين مجمعتين لتحديد بطل الدوري. أقول لحضراتكم إزاي إذا ساوى الفريقين حسب ما جانا من لجنة المسابقات كابتن سعيد عبد المنعم ولجنة المدربين كابتن هيفت رشاد، إذا تساوى الفريقين في عدد النقاط يتم التوجه إلى المقابلات المباشرة. المقابلات المباشرة، المباراة الأولى كانت التعادل بين الفريقين، إن شاء الله هذا الفوز يضع الأهلي في المقدمة. سريعا كده مشاهدينا الكرام نبدأ بالتشكيل. النادي الأهلي النهاردة عبد الرحمن حميد و عبد الرحمن طه، اللاعبين احمد راضي، محسن رمضان، مصطفى خليل، اسلام حسن، ابراهيم المصري، ياسر سيف، مهاب سعيد، محمد سليمان، احمد هشام، سيسي عادل، احمد عادل، عمر حجاج، عبد العزيز ايهاب زيزو، واسامه الجزيره. ده تشكيل النادي الاهلي. الزمالك موجود كريم هنداوي ومحمود خليل فلفل، اكرم يسري، احمد الاحمر، علي هشام نصر، احمد مؤمن صفا، محمود بسيوني، مودي، وسام سامي نوار، يحيى الدرع، عمر الوكيل، بكار، سيف الدرع، محمد علي علوكا، محمد رمضان، احمد حسام ميدو، مصطفى بشير، مصطفى خليل، وايضا محمود خليل، وايضا محمد طارق. ده تشكيله الفريقين في الملعب. قاعدين نذهب الى ملعب المباراه وصاله الاتحاد، صاله الدكتور حسن مصطفى، والهجمه الاولى للزمالك. على طول نادي الزمالك بيبدا، رقم 45 سيف الدرع، في النص احمد الاحمر، على طول بيطلع ليحيى الدرع اللي بيوصل عند بكار. ادي التشكيل حتى الان في الملعب لنادي الزمالك. احمد الاحمر في النص، سيف الدرع، يحيى الدرع على الطرفين على الجنبين يا باكين. ادي الكوره لسه الاولى والتصويبه هتيجي من احمد الاحمر، مقطوعه من دفاع الاهلي، برافو عليك. وعلى طول الكوره سريعه جدا 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 جدا، احمد هشام والهدف الاول، احمد هشام سيف والهدف الاول. بقول لحضراتكم لا بديل عن الفوز للنادي الاهلي حتى اصعد اول مجموعه ومعاه نقطتين. وعلى طول الكره الثانيه، واحمد شيسيه هيلعب فاست بريك سريع جدا، اتلعبت كره حلوه قوي قوي، هو جول ويشيلها كريم هنداوي، ويشيلها كريم هنداوي، كان داخل والله على طول مهاب سعيد، لكن يشيلها كريم هنداوي. والهجمه زملكاويه، الدرع حاول يسقط على التمرير على الدايره لكن ترجع ثاني الكوره لاحمد الاحمر، يلم كورته ويستنى المسانده، هيعمل خداع ويعدي ولا هيطلع للدرع، والتشكيل وهو فاول. يحكم لقاء النهارده حكمين الدوليين حمد ناصر وكابتن محمود البلتاجي، على التسجيل مصطفى محمود ومصطفى شهيد، اما المراقبين فكابتن عبد الحليم شعبان وكابتن علاء الدين من الاسكندريه. هجمه النادي الزمالك تاني، على طول السيف الدرع يطلع في النص كصانع العاب، يرجع كده احمد الاحمر في الباك اليمين، تمرات من الخط الخلفي، هات وخد من الخط الخلفي، يستلم احمد الاحمر، يحاول يعد تصويبه والعرضه الحمد لله والعرض، لكن لما هبكر تاني ويخش، والله عليك الله عليك يا ابني. وعلى طول عبد الرحمن حميد بيشيل هجمه مرتده، هجمه سريعه جدا من طبقار، ويبقى الهجمه المرتده للاهلي، والتصويبه وكريم هنداوي يشيل زي ما قلنا، حميد بيشيل، اهدي كريم هنداوي بيشيل، الكره سريعه جدا لبكار ويسجل بكار، ويسجل بكار، كره سريعه جدا ويسجل بكار، اول اهداف الزمالك. الدقيقه الثانيه مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناه الاهلي، واحد الاهلي واحد الزمالك. وعلى طول الكوره، هات وخد من الخط الخلفي على مهله خالص، محسن رمضان ينزل بقى على طول، رقم 80 من النادي الاهلي، احمد عادل على الدايره اللي معاه الكوره قدام حضراتكم، عادل طلع كورته، عمر حجاج في الشمال في النص حتى الان، ادي التمريرات من الخط الخلفي، مصطفى خليل طلع كوره من العادل، يرجع تاني ليه حجاج، ترجع تاني عند محسن رمضان، هات وخد من الخط الخلفي، وتغيير في مركز النادي الاهلي، هيعدي هيشوط، والتصويبه الحلوه وعلى الدايره اللي ما عادل لك رميه مرمى، اتلعب السريعه لنادي الزمالك، على طول يعدي توصل لبكار في الجناح،
يخش بكار ويسجل بكار. خش من جناح بكار ويسجل. ايه الهدف الثاني لنادي الزمالك؟ اثنين الزمالك واحد الاهلي. هجمه اهلاويه، شيسيه على طول يطلع كورته. مصطفى خليل في النص. تمرات من الخط الخلفي. توصل عند رقم 90 عمر حجاج. باك الشمال حجاج. تاني هات وخد، تغيير في مراكز اللاعبين في النادي الاهلي. يبدا دفاع الزمالك، يطلع من بره تسحق مطر يدافع. كان ترجع تاني اهلاويه. يلا حجاج، هيعدي حجاج، هيشوط حجاج، والتصويب لكن خارج الملعب. التصويب لكن خارج الملعب. تتنقل هجمه زملكاويه. يعدي سريع جدا الدرع. يبدا يطلع عند بكار. ليقف على كورته ويستنى المسانده. ترجع عند سيف. الدرع يحاول يشوط، لكن ترجع تاني الكوره. لكن في صفاره هنا ورميه حره لنادي الزمالك. على طول ينزل 72 في الدفاع. سيف، ياسر سيف، يبقى جنب محمد، جنب ابراهيم المصري عشان يقفلوا النص تماما على نادي الزمالك، لان الكره لسه احمد الاحمر. والتمريرات من الخط الخلفي، تغيير في المراكز، ينزل احمد الاحمر في النص كصانع العاب. يرجع كده في اليمين، انا شايف سيف الدرع. في الشمال يحيى، وادي يطلع من على الدايره يستلم محمد طارق. لكن ترجع تاني الكره زملكاويه لسه، احمد الاحمر يعمل خداع، يقابله دفاع الاهلي، لكن ترجع تاني والتصويبه واختراق وهدف. اختراق وهدف من الدرع. ايه الهدف الثالث؟ ثلاثه الزمالك واحد الاهلي. مصطفى خليل يحاول يشوط، لكن ياخد فيها مصطفى، لازم يستنى على كورته مصطفى خليل. يبدا الهجوم المنظم للاهلي، ينزل عادل على الدايره ويطلع على طول 72 سيف، ياسر سيف، والهجمه اهلاويه. مصطفى خليل، حجاج هات وخد من الخط الخلفي. محسن رمضان يستلم في اليمين، ترجع تاني وجري من غير كوره، حاول كده 4-2 على الدايره، زياده عدديه. يا ترى هيعمل ايه مصطفى خليل؟ يعدي مصطفى خليل ولا هيعمل ايه؟ لكن ترجع تاني لسه مع محسن رمضان، والتصويبه لكن هنداوي يشيلها. التصويبه لكن هنداوي يشيلها. والهجمه زملكاويه. يبدا يلعب كده سريع جدا، ويقدر يحدي على الدرع، لكن ترجع تاني لاحمد الاحمر بيسقط في الجناح ويسجل اكرم يسري. من الجناح بيسجل اصلا اكرم يسري. 4-1 الاهلي. اذا لازم هنا تدخل من طارق محروس، لازم تدخل من الجهاز الفني للنادي الاهلي. ترجع كره سريعه. الاهلي يبدا التغيير المعتاد، عادل على الدايره. مصطفى خليل في النص. هات وخد من الخط الخلف مصطفى خليل. لسه الكره اهلاويه. مصطفى يطلع عادل يستلم من على الدايره. تمرير استلام من بره. ترجع تاني على طول عند حجاج، يطلع لمصطفى خليل. هيعمل اختراق ولا هيعمل ايه؟ لكن يرجع تاني الكوره عند محسن رمضان لخليل، اللي عالي حجاج تاني لمصطفى خليل. ترس كوره رايحه جايه، توصل على طول في النص عند محسن رمضان اللي غير مركزه. ياخد فاول محسن، ياخد فاول محسن. يطلع عادل يلعب كورته لمصطفى خليل تاني لصانع العاب. اشاره اللعب السلبي. هنا في تصويب ولا هيحصل ايه؟ ادي التصويبه وهدف. التصويبه وهدف. لسه بقول لحضراتكم التصويبه ولا هيحصل ايه؟ الاقي محسن رمضان بيرد عليا بيقول لي هدف اهلاوي، والهدف الثاني للنادي الاهلي. 2 الاهلي 4 الزمالك. الدقيقه 6 من زمان الشوط الاول. اذكر حضراتكم دي المرحله الاخيره، المباراه الاخيره من المرحله الثانيه اللي فيها هيصعد اول وثاني وثالث ورابع للمنافسه على اللقب. يطلع عبد الرحمن حميد وينزل عبد الرحمن طه، ورميه جزائيه زملكاويه. شايف اكرم يسري على التنفيذ. اكرم يسري في المواجهه مع عبد الرحمن طه. عبد الرحمن طه واكرم يسري. اكرم يسري عبد الرحمن طه لسه، والتصويبه وتيجي في العارضه وتخش. في العارضه وتخش. هدف خامس. خمسه الزمالك 2 الاهلي. يبدا الاهلي تاني الهجمه بتاعته. لسه كده التغييرات الهجوميه ما شفناش حد فيها غير عادل على الدايره، بيطلع وبينزل عادل على الدايره وبيطلع ياسر سيف. ده حتى الان اللي بنشوفه في تغييرات الاهلي، لكن لسه الاهلي عادل طلع كورته على طول. حجاج مصطفى خليل هيؤدي لمحسن رمضان، لكن ده تاني لخليل. خليل تصويبه لخليل، لكن بره الملعب. رميه مرمى، رميه مرمى على طول. كريم هنداوي يبدا يلعب، يرجع دفاع الاهلي سريع جدا، يحاول يقطع الكوره، لكن لسه الكوره مع الدرع. يعدي الاحمر يشوط لكن خارج الملعب، وفي رامي الجانب. رامي الجانب زملكاويه، رامي الجانب زملكاويه. اتلعبت الكوره على طول احمد الاحمر. هات وخد من الخط الخلفي. باك اليمين احمد في النص. انا شايف دلوقتي تغيير المراكز، سيف الدرع ولا في النص 45، ويحيى في الشمال،
لسه تغيير المراكز بيتم بين الثلاث لعيبه اللي من بره، سواء يحيى الدرع او سيف او احمد الاحمر. ادي الكوره لسه بتتنقل، واشاره اللعب السلبي، هيخلص احمد ولا هيعمل ايه؟ لكن ترك تاني سيف ليحيى، يحاول يصعد على الدايره، لكن دفاع الاهلي يمنع، والمرتده سريعه، يلا يا اولاد، والهجمه السريعه، والكوره والعارضه، والكوره والعارضه، شيسيبي يشوط والعارضه تمنع هدف اكيد اهلاوي. شيسيبي يشوط لكن العارضه تمنع هدف اكيد اهلاوي. لكن اتعملت حلو، اتقطعت الكوره كويس قوي، وجري شيسيبي والعارضه منعت الهدف بتاعه. ترجع الهجمه تاني زملكاويه. بكار يستلم من يحيى الدرع تاني لسيف اخوه احمد الاحمر في الباك اليمين، هاتوا خدوا جري المراكز كده، ويطلع من على الدايره والله محمد طارق عشان يستلم او يعمل حجز من بره. لكن ترجع تاني للدرع اللي بيحاول يعدي، لكن ترجع تاني لاحمد الاحمر، واقف اكرم يسري مستني، لك لسه الكره تاني عند الدرع اللي بيعمل اختراق وبيسقط كره بكار، يخش بكار ويسجل، يخش بكار ويسجل هدف ساتر. 6 الزمالك 2 الاهلي. كده لازم اكيد كابتن طارق محروس في تدخلات، سواء بقى في اللعيبه اللي موجوده بره معاه او في التغييرات في اداره اللعب التشكيلي في الملعب، يا اما هيغير فيه يا اما هيغير في طريقه اللعب، هنشوف ونتابع. الهجمه لسه اهلاويه، مصطفى خليل يطلع على طول يطلع كورته، والاختراق لكن في فاول، فاول مهاب سعيد كان عدى كده من الجناح دخل على النص، لكن عمل اختراق خد فاول على طول. الكوره عمر حجاج، مصطفى خليل حاول يطلع الكوره حلوه قوي عند محسن رمضان لحجاج تاني، ولسه الكوره محسن رمضان هيصوب هيدخل خلجاج يحاول يعدي، و4 2 على الدايره، لكن في فاول رميه حره، فاول رميه حره. يطلع على طول يلعب اهو مصطفى خليل، هيطلع الحجاج تصويب الحجاج، لكن ضعيف قوي، ضعيف قوي الكره، لكن خد فاول. يبقى لسه الهجمه زمالك اهلاويه، لكن في هنا اشاره اللعب السلبي، هيبدا يعد كام لجمه مصطفى خليل، هيبدا يعد حجاج التصويبه، لكن في الدفاع الزمالكاوي تبقى الهجمه مرتده للزمالك. عدى نص الملعب الدرع، عمل اختراق وسجل هدف. قلت لحضراتكم لازم تدخل من كابتن طارق محروس، لازم تدخل من كابتن طارق محروس، وفعلا على طول كابتن طارق محروس كأن سمعنا بالظبط، ولازم تدخل منه. 7-2 النتيجه مشاهدينا متابعينا في كل مكان عبر قناه الاهلي، عبر قناه القرن الحقيقي. فيرجع السكور 7-2 والديه العشرة. نسمع كابتن طارق محروس هيقول ايه. لازم نكسر التايم اوت ده ونزود. يلا انتهى الوقت المستقطع مشاهدينا متابعينا عبر قناتكم قناه الاهلي. وهنشوف بقى كده كابتن طارق محروس قال ايه لفرقته، قال ايه للنادي الاهلي هيعمل ايه ويسوي ايه. 7-2 السكور، هجمه الاهلاويه الدقيقه 10 من زمن الشوط الاول. اذكر حضراتكم ان المباراه الاخيره من الدور الثاني اللي بيصعد بعديها اول وثاني وثالث ورابع بدورتين مجمعتين، ليه؟ المنافسه على اللقب، يصعد الاول بنقطتين، الثاني بنقطه ونص، الثالث بنقطه، الرابع بنص نقطه. ده التنظيم او اللي هيحصل بعد نهايه هذا اللقاء مباشره. نرجع للاهلي بدا كده زي ما قلت لحضراتكم، لازم يبقى في تغيير في التشكيل. نزل اسامه الجزيري 92، لكن موجود مصطفى خليل في النص، يرجع تاني الكوره على طول يطلع عند محسن رمضان للجزيري، هيعدي الجزيري، هيعدي الجزيري، لكن ياخد فاول الجزيري، ياخد فاول الجزيري، رميه حره. تطلع الكوره عند عادل للجزيري تاني لمصطفى خليل، او التشكيلات كابتن طارق محروس في التغيير والتصويبه، لكن هنا هنداوي يقطع، والمرتد عند بكار، وهو وجون بكار، هو وجون، وهيسجل مستريح، لكن الحمد لله طلعت بره، رميه مرمى الاهلاويه، اتلعبت على طول لمصطفى خليل، قدر ان هو تطلع كره، لسه الكره تاني عند محسن رمضان، يعدي محسن، يعدي محسن على الدايره، حلوه العادل، والتسجيل للهدف، يعدي عادل على الدايره ويستلم كره، ولا اروع ولا اجمل من كده، يخش ويسجل هدف ثالث للنادي الاهلي. 3 الاهلي 7 الزمالك. الهجم زملكاويه، اكرم يسري
احمد الاحمر بيتفق مع الدرع. تغيير في مراكز اللاعبين في نادي الزمالك، بيعمل خلخله كده في الدفاع، بيطلع من على الدايره يستلم محمد طارق عشان يعمل خلخله في دفاع الاهلي، لكن ده هنشوفه الملعب وايه اللي بيحصل فيه. ادي محمد طارق استلم كويس، عدى تاني الاحمر يحاول يطلع كره اطول من اللازم، تبقى رامي الجانب للنادي الاهلي، رامي الجانب للنادي الاهلي على طول، بيطلبها سريع جدا عبد الرحمن حميد، طلع كرته لمصطفى خليل، مصطفى مرب له على طول الجزيره كده الناحيه الثانيه عند محسن رمضان لمصطفى خليل للجزيري على مهله الجزيري تاني، هاتوا خد مع مصطفى خليل في الخط الخلفي، لسه هاتوا خد تاني بره، يطلع عادل يستلم من على الدايره وتسليم واستلام من بره، توصل الكره عند محسن رمضان، هيعمل اختراق ولا شوط، هيعدي والتصويبه والعارضه، والتصويبه والعارضه، لكن في عقوبه دقيقتين، التصويبه والعارضه في عقوبه دقيقتين على لاعب نادي الزمالك، اول نقص عددي في المباراه. طارق كده يقدر يستغله لعيبه الاهلي وكابتن طارق محروس المدير الفني عشان يقدر يعدل السكور، هنتابع ونشوف مع حضراتكم. على الدايره على الدايره على طول احمد عادل، مصطفى خليل الجزيري هاتوا خد من الخط الخلفي، طلع كرة تاني عند محسن رمضان للجزيري، هيعدي للدايره لكن يقطع الكوره تاني اكرم يسري، اتقطعت عن طريق اكرم يسري، تبقى الهجمه للزمالك وهيطلع هيلعب براحته بقى، هنا نقص عدد، يا اما حاجه من اثنين، يا اما هيطلع كريم هنداوي يكمل عدد، يا اما هيلعب براحته. طلع كريم هنداوي، نزل وسام سامع نوار على الدايره، اول تشكيلات وتغييرات نادي الزمالك، وسام سامع نوار على الدايره. ذكر حضراتكم ان اكثر من 90% من هذا اللعيبه اللي موجوده داخل الملعب من منتخب مصر. تاني الكره بتتلعب، هاتوا خد من الخط الخلفي، تطلع عند بكار يستلم تاني الدرع، ترجع تاني الكره لسه الدرع، هاتوا خد يعمل اختراق ولا هيعمل ايه، لكن ترجع تاني الدفاع لاحمد الاحمر يستلم، يعدي تاني التصويب العاليه وخارج الملعب، رميه مرمى خارج الملعب، رميه مرمى، تبقى رميه مرمى الاهلاويه، مصطفى خليل سريعا لكن على طول هنا رجع رجع كريم هنداوي في حراسه المرمى وفاول عكس على الاهلي. كريم هنداوي هيستنى يخرج، والله ما استناش الراجل، خرج بسرعه عشان ينزل بقى يكمل الفرقه بتاعته كست لاعبين بيهاجموا، لكن هنا المرمى خالي والهدف خالي، لو اتقطعت الكوره وتسجل منها اعتقد هيبقى لها شان تاني. والهجمه زملكاويه، اكرم يسري، احمد الاحمر، تمرات من الخط الخلفي كويسه قوي، لسه هات وخد، يبدا دفاع الاهلي يلعب من بره، مصطفى لازم ابراهيم المصري يطلع من بره اكتر من كده، لكن ترجع تاني الكوره وعلى الدايره بيحاول يسقط، لكن الملعب الاهلي والجول فاضي ما خدش باله، مصطفى خليل لسه الجول فاضي، وعلى طول ترجع الكوره والتصويبه وهدف، وهدف هدف اهلاوي، شيسيه احمد هشام، احمد هشام كان لسه كريم هنداوي ما خدش باله في الرجوع قدر ان هو يسجل منها الهدف الرابع. قلت لحضراتكم سلاح ذو حدين، لو الاهلي استغله ممكن يسجل في نقص العدد. هنا اكتمل النادي الزمالك ورجع بقى هشام كريم هنداوي في مكانه، اكرم يوسف في الجناح، احمد الاحمر في الباك اليمين، في النص على طول الدرع لسيف الناحيه الثانيه، هاتوا خد من الخط الخلفي، احمد الاحمر يستلم وهو بيجري، التصويبه وهدف احمد الاحمر يا جماعه، ما اقدرش اقول عليه حاجه، لعيب من طراز فريد. تاني الهجمه الزمالك الاهلاويه، مصطفى خليل بيطلع للجزيري، هيعدي الجزيري، عدى الجزيري، عدى الجزيري، خد رميه جزائيه، عدى الجزيري، قلت لحضراتكم هيعدي الجزيري، مهاره عاليه جدا، والمهاره تغلب اي حد، المهاره تفك كل حاجه، المهاره تكسب في اي حال من الاحوال. رميه جزائيه، احمد هشام سيسي في مواجهه مع كريم هنداوي وكاتونجا، سيسي وكاتونجا، وتسجيل للهدف الخامس، وتسجيل للهدف الخامس، بعد الاهلي يقرب 5-8، نلعب في الدقيقة 16 من زمن الشوط الأول. هجمة زملكاوية على طول بالراحة كده، بيتفق أحمد الأحمر على طول، هنشايف والله مع الدرع، هنشوف بقى هيقولوا إيه مع بعض الاتنين، بيتفقوا على حاجة يعملوها في الملعب، يا ترى ده تكتيك معين ولا هم اللي من بعض قلب الملعب. لكن ترجع التاني الكورة في الجناح عند أكرم مصر مقطوعة، لكن برامي الجانب، رامي الجانب زملكاوية، لسه الهجمة للزمالك، لسه الهجمه للزمالك، هنشوف سيف الدرع كده، قال احمد الاحمر ايه، يا ترى هم هيتفقوا مع بعض على حاجه معينه ولا ده تكتك هيتعمل في الهجوم. احمد الاحمر على طول يطلع له في الدفاع مهاب سعيد، لكن لسه الكوره مع الزمالك،
يطلع من على الدايره احمد طارق، محمد طارق يستلم، احمد الاحمر يعمل خداع، ترجع تاني الكره، تصويبه وهدف، تصويبه وهدف. يعني دفاع الاهلي لازم يقابل من بره، لازم يقابل التصويبات دي من بره. معروف ان الاهلي الزمالك فيه اكتر من لاعب بيصوب كويس جدا وعنده المهاره، فلازم يتقابل من بره 9 امتار. 9-5 نلعب في الدقيقه 17 من زمن الشوط الاول. الجزيري الاهلي ترجع ليه صانع العاب واختام النادي الاهلي مصطفى خليل. لسه الهجمه اهلاويه على الدايره، يستلم عادل، يعدي بجسمه ولا هيعمل ايه؟ لكن ترجع تاني ليه مصطفى خليل، الارتقاء العالي هيتم ولا التصويبه؟ ترجع تاني للجزيري، لسه بيقابله الدرع من بره، للجزيري التاني بيحاول يعدي واستلم عادل، والعارضه تمنع، والعارضه تمنع، هدف اكيد. والله ده كان اللي استلم 79 احمد شمس السيك، كان قطع على الدايره واستلم، لكن ترجع الكره زملكاويه على الدايره، يستلم محمد طارق والاهلي يمنع، وعلى طول سيسي والهجمه المرتده السريعه وجول، ويسجل ويسجل على طول مهاب سعيد، ويسجل مهاب سعيد هدف ساتد. مهاب سعيد كره حلوه اتقطعت، سلاح الاهلي حتى الان يا جماعه لو استمر، لو الاهلي قدر يستغل الهجمات المرتده والفاست بريك اللي تعودنا عليه اعتقد النتيجه هتتغير. لسه الهجمه زملكاويه، الدرع على التنفيذ سيف، يرجع ليحيى، تغيير في المراكز بين الاثنين الاخوات، ما لناش دعوه احنا. ترجع تاني الكره احمد الاحمر، يطلع محمد طارق يستلم من على الدايره، لكن لسه الكره، الدرع بكار يجري من غير كوره، واربعه اثنين على الدايره، ترجع تاني للدرع لاحمد الاحمر، هيحاول يعدي لكن قبله دفاع الاهلي من بره، لكن تاني لسه اختراقات وفاول ورميه حره. كابتن طارق محروس بيقول اربع خطوات، كابتن طارق محروس بيشاور اربع خطوات، لكن لسه المباراه يهمه زي ما قلت لحضراتكم، المباراه لا تقبل القسم على 2 للنادي الاهلي، اذا اردت ان يدخل الدوره الثانيه بنقطتين، والهجمه زملكاويه والدرع على طول يساوي، تصويبه وهو بره الملعب، والله هدف جوه الملعب، هدف لنادي الزمالك. والهجمه على طول الجزيري، الجزيري يطلع كورته في الباك اليمين، لكن ترجع تاني للجزيري، هتاخد تصويب، الله يا جزيري، الله على الكوره، الله على حلاوتها، تصويبه ولا اروع ولا اجمل من الجزيري، الهدف السابع للنادي الاهلي، الهدف السابع للنادي الاهلي. 17 مشاهدينا متابعينا عبر قناه نادي القرن، قناه النادي الاهلي، مباراه الاهلي والزمالك من صاله دكتور حسن مصطفى بمدينه 6 اكتوبر، ننقل هذا الحدث. احمد الاحمر تاني الدرع، يطلع له ابراهيم المصري، لكن عدي حاول يعدي منه، لكن ترجع تاني فاول، رميه حره زملكاويه، ابراهيم المصري يمنع، قلت لازم يقابل من بره ابراهيم المصري عن كده كمان، لازم يطلع بره التسعه، لكن الكره لسه مع الزمالك. احمد الاحمر يحاول يعدي، يقابله على طول الكره للبكار في الجناح، يخش ويسجل، مشكله بكار في الجناح يا جماعه، مشكله بكار في الجناح. شفنا الاجنحه في الدول كلها الاوروبيه مفيش حل فيها، لازم حد يقف لها من بره، لازم ما تستلمش، لازم تقطع الكره قبل ما توصل للجناح. يا ترى عندك ايه يا ترى يا محروس هتعمله مع بكار؟ هنشوف ونتابع ونوصف لحضراتكم. مصطفى خليل اتنقل الجزري في النص لمحسن رمضان في باك اليمين، هاتوا خد، يطلع عادل من على الدايره يستلم لمحسن رمضان تاني، هاتوا خد، لسه التمريرات من الخط الخلفي للجزيري لمصطفى خليل، هيحاول يعمل تعديه، الجزيري تاني صعب التصويبه اللي فاتت، لكن ترجع تلعب على الدايره، هايله 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 هايله، مفيش احلى ولا اجمل من كده. على الدايره احمد عادل بيستلم ويسجل هدف ثامن. يسجل هدف ثامن للنادي الاهلي. 8-11 نلعب في بدايه الدقيقه 20 من زمن الشوط الاول. هيطلع كده على الدايره محمد طارق وينزل وسام، سام النوار. ينزل وسام على الدايره. لسه الهجمه زملكاويه. هاتوا خد من الخط الخلفي. تمرير واستلام كتير قوي، لازم حد يقابل ويقطع، لكن يعدي، يعدي الدرع، يخترق الدرع ويسجل، سيف بيعدي ويسجل. ايه الهدف ال 12؟ عشان ترجع للسكور تاني، فارق 4 اهداف، 8-12، لكن لسه بدري في المباراه. على طول في الجناح سيسي احمد هشام لمصطفى خليل، على طول الجزيري، هاتوا خد من الخط الخلفي، لاشين وفاول، لكن الكرة ما اتحسبتش، يطلع الجزيري التاني ليه
مصطفى خليل الجزيري هات وخد من الخط الخلفي تاني، حاول الجزيري يعدي يعني يسقط كرة على الدايره، كان مقطوعه من دفاع الزمالك واتلعبت الكره سريعه لكن اتقطعت تاني للاهلي. يقف على كورته تطلع كوره عند الجزيري هيعمل اختراق يخش في الجناح عند السيسيه يسجل، يسجل من الجناح احمد هشام السيسيه بيخش ويسجل هدف تاسع. بدا ينزل محمد رمضان على الدايره رقم اربعه في الدفاع، خرج وينزل وسام سامة نوار. لسه الهجم الاهلي ما شفناش تغييراته غير يا دوبك اتنين غيروا سواء مهاب سعيد واعتقد انه موجود كمان بدل عمر حجاج نزل اسامه الجزيري، لكن هجمه زملكاويه. الدرع يعمل اختراق ويصوب لكن على طول يشيلها حميد، الله عليك يا حميد، واتنقل الكره شيلها سيسي هو الجول هو الجول ويسجل ويسجل احمد هشام كلاكيت تاني مره عشان يقرب السكور فرق هدفين 12 10 12 10. هجمة زملكاوية، كنت قلت لحضراتكم لو الأهلي استغل الهجمة المرتدة السريعة هيبقى في نتيجة أحسن من كده وأقوى من كده لصالح الأهلي. والهجمة الدرع على طول أحمد الأحمر، تغيير في المراكز، ينزل أحمد الأحمر في النص يستلم، فكر يجري من غير كورة، 4-2 على الدايرة، يوصل يعمل اختراق، أحمد الأحمر ياخد فيها أحمد الأحمر. اتعمل تحجيزه في دقيقتين. هنشوف على مين من النادي الأهلي. في دقيقتين كده حمد ناصر بيقول في دقيقتين هنشوف مع مين. دقيقتين على النادي الاهلي. الجزيري هو اللي واخد الدقيقتين. كده طارق محروس لازم هيعدل حد هينزل حد مكانه. لان كده الجزيري كان ماشي كصانع العاب هو ومصطفى خليل جنب بعض والهجمه لسه النادي الزمالك والتمريرات من الخط الخلفي وناس عدد في الاهلي. وحاول كده اختراق والكره لسه على الدايره لكن تتلم الكره واتحسبت فاول. الراجل داس على الخط، الراجل داس على الخط يا جماعه، الراجل داس على الخط يا جماعه، ما ينفعش ما ينفعش كلام طارق محروس. انا بأيد، انا اول مره أعيد الاعتراضات. طارق محروس الكره دي لو اتعادت هنشوفها مع بعضينا. الراجل داس على الخط وجوه الست متر وبيسجل هدف وبيتحسب، لكن لا تعليق على الحكام. احنا قدامنا الكوره وشايفينها كويس قوي. يمكن الاستوديو التحليلي بقى اتقال الكلام دون مع المتميز كابتن هيثم السعيد وضيفه الكريم، هنشوف ونتابع مع بعض التحليلات اثناء المباراه بعديها على طول مباشره. والهجمه ايه الاهلاويه مصطفى خليل على طول اهو طارق محروس نزل احمد راضي مكان الجزيري في ناقص عدد، لكن لسه الكوره راضي أول نزول لأحمد راضي. هذه الكرة على طول يحاول يعدي والتصويبة لكن والله معاها كريم هنداوي والفاست بريك والكرة في العارضة. والكرة في العارضة، كان الحارس المرمى بره والكرة كانت في العارضة. وعلى طول هشام سيسي ويشوط ويشيلها كاتونجا ويشيلها كريم هنداوي. فاول تكتيكي عشان تغيير اللاعبين، لكن نزل على طول حميد يبدا يطلع محمد رمضان وينزل وسام سامي نوار يكتمل الهجوم للنادي الزمالك. وبدا اهو شوف مودي اول ظهور لمودي، محمود بسيوني اول ظهور لمودي رقم 8 وعلى الدايره 4-2 توصل لبكار. هنا قلت لحضراتكم لازم هنا بكار ما يستلمش، لازم ما يستلمش. والهجمه لسه زملكاويه، مودي يطلع كورته للدرع، نزل الكره عند اكرم يسري بالجناح ويسجل من الجناح مستريح، ويسجل من الجناح مستريح اكرم يسري هدف لنادي الزمالك. عشان يرجع السكور فرق 4-14 للزمالك 10 النادي الاهلي. اكتمل النادي الاهلي، نزل الجزيري وفضل ان هو يقعد بره مصطفى خليل وخلى احمد راضي. لسه الهجمه الجزيري لراضي، للجزيري هات وخد خط الخلفي للنادي الاهلي. يبدا عادل يطلع من على الدايره يستلم وجري من غير الكره كويس قوي، طب يستلم من بره لكن يطلع دفاع الزمالك يلعب 5-1 قطع الكره، نجح في قطع الكره ويبقى الهجمه المرتده للنادي الزمالك. لكن هنا على الدايره محمد رمضان يفضل الكره حلوه كويس قوي برافو قطعها على طول لاعب النادي الاهلي في الدفاع
وقدر ان هو يمنع ان هو الكره توصل لبكار. قلت لحضراتكم الكره لازم ما تمنع ان هي توصل عند الجناح، عشان كده قدر الاهلي يقطع الكره دي مهاب سعيد ويقطع قبل ما توصل لبكار. والهجمه مع نادي الزمالك، مودي لبكار، هتاخد من الخط الخلفي، يطلع تاني لمودي يحاول يعدي يعمل تحجيز، لكن ترجع تاني على الحفاض الاحمر ليه الدرع شرط اللعب السلبي، يحاول يعمل اشتراكات والتصويبه لكن يشيلها حارس المرمى حميد، تبقى الهجمه للاهلي. وهنا الهجمه المرتده السريعه اتمنعت للصفاره، ترجع لراضي طلع كره في اليمين يحاول يعد تصويبه لكن ترجع تاني عند سيسي ورميه جزائيه وديتين وفي عقوبه على احمد الاحمر، رميه جزائيه وعقوبه، هنشوف بقى العقوبه هتبقى ايه. كده حمدي نصر والبلتاجي رايحين يتكلموا مع بعض، هل يكتفي بالديتين ولا هتبقى في عقوبه ثانيه؟ هنشوف. لكن لا فصال، رميه جزائيه، رميه 7 امتار، اكتفى بالديتين على احمد الاحمر، ديتين على احمد الاحمر ورميه جزائيه، ولا حسب الهدف؟ والله حسب الهدف، اتحسب الهدف. يتحسب الهدف، ايه الهدف 11 للنادي الاهلي؟ 11-14. وهنا على طول كاتونجا هيخرج وينزل الدرع 45 سيف وصنع العاب جنب منه على طول. انا شايف احمد حسام ميدو في الباك اليمين، ميدو وكان احمد الاحمر طبعا للدرع لمودي. بدا الاهلي يطلع دفاع متقدم من على 9 امتار، لازم يمنع الكرة من التسلسل من بره، لازم يقطع خط مسار الكرة، يمكن ترجع تاني لسه لمودي للدرع لمودي، يحاول يعدي يمكن ترجع تاني للدرع، اختراق عالي تصويبه لكن يرجع تاني من الدفاع الاهلي وشرط اللعب السلبي. في هنا صفاره في تغيير خاطئ، اعتقد في تغيير خاطئ، اعتقد في تغيير خاطئ. هنا كريم هنداوي خرج، اللعيب نزل مكانه في دقيقتين، يبقى الملعب ينقص تاني على طول. كابتن عبد الحليم شعبان المراقب الفني بيتكلم على طول هو وعلاء وكابتن علاء الدين، اهو دقيقتين حضراتكم تغيير خاطئ زي ما قلت حضراتكم، وتتنقل الهجمه للاهلي، تتنقل الهجمه اهلاويه يضطر يلحق الاهلي نلعب في الدقيقه 27 ان هو يسجل 3 اهداف خلال ناقص العدد. هنشوف ونتابع ونوصف لحضراتكم الهجمه الاهلاويه، الجزيرة على التنفيذ، الجزيري كده 3 لعيبه في نادي الزمالك في الملعب، 4 لعيبه لان كان في نقص عدد من الاول لسه ما كملش، فاضل له دقيقه 25 ثانيه احمد الاحمر والتاني هيبدا بقى الدقيقتين. والهجمه الاهلاويه مصطفى خليل تاني، اتقطعت الكوره لسه الكوره، لازم الجزيري يقرب احسن من كده شويه، لازم الجزيري يقرب للكوره شويه عن كده، لازم توجيهات كابتن طارق محروس على الكوره على طول على التنفيذ. الجزيري يحاول يطلع كورته مصطفى خليل وتاني الكوره بتتقطع، بقول لحضراتكم بيقابل الزمالك في نقص العدد او غير نقص العدد مسار الكوره وبيقطعها، ده اللي انا قلته لازم يتعامل من خلال الاهلي عشان الكوره ما توصلش للهجوم الزمالكاوي، لازم يقطع خط سير الكوره. لكن لسه الهجمه الزمالكاويه، الملعب واقف، والله الملعب شغال، الساعة شغالة، لكن اللعيبة جوه كانت لسه مستنية التغيير. بيطلع كريم هنداوي وينزل مودي على أساس إن هو كمل 5 في الملعب. سمسام نوار فاضل له 30 ثانية ويكمل، يبقى 6. برضه نقص العدد مستمر، وتاني مودي للزمالك، حاول يعدي للدرع. هات وخد بخط الخلفي شرط اللعب السلبي، الدرع تاني. يحاول يعدي لكن ياخد فاول، استهلاك للوقت زملكاوي مشروع، استهلاك مشروع للوقت، لكن هنا الحكام لازم ياخدوا بالهم لازم يعدلوا. وتاني الكره المودي والتصويبه من الدرع وهدف خلال ناصر عدد، تصويبه في الدرع وهدف وناصر عدد زملكاوي. لسه الهجمه الاهلاويه، يحاول يعدي راضي يستلم ويقف على كورته، طلع كره للجزيري لمحمد سليمان للجزيري تاني تصويبه وهدف للجزيري، وهدف للجزيري. ايه الهدف ال 12؟
12 الاهلي 15 الزمالك. دقيقه ونص تفصلنا عن نهايه الشوط الاول مشاهدينا متابعينا عبر قناتكم قناه الاهلي قناه نادي القرن. والهجمه الزملكاويه مودي تمرير من بره ينزل وسام سامي منور على الدايره احمد الاحمر في اليمين اكتمل نادي الزمالك ما قدرش الاهلي يستفاد من اقصى العدد لسه وسام سامي منور الدرع يحاول يعدي ترجع تاني لاحمد الاحمر على الدايره سقط له وسام يسجل وسام على الدايره سقط وسام يسجل على طول الكوره والهجمه الاهلاويه راضي هيعمل اختراق تمريره بدون عنوان تبقى الهجمه الزملكاويه يلمها مودي يقف على كورته ويستنى ترجع الكره عند احمد حسام ايده تغيير في الثاني في اللاعبين على ما خاص الزمالك يلعب براحته فريق اربع اهداف واقل من دقيقه تفصيله عن نهايه الشوط الاول يبقى الشوط الثاني ليه حسابات ثانيه خالص ماذا سيفعل الكابتن طارق محروس مع لعيبه الاهلي بين الشوطين الزمالك هتاخد محمد الاحمر لمودي شرط اللعب السلبي احمد الاحمر ثاني في اليمين بيحاول يعدي ترجع للدرع بيحاول يعمل اختراقات ويسيب الكره لوسام سامي منور على الدايره حلوه تمريره حلوه فعلا ومعاها دقيقتين على الجزيره ولا مين هنشوف اعتقد محمد سليمان شاهين هو اللي خارج دقيقتين اهو محمد سليمان فعلا 55 في نقص عدد طبعا مش لصالح الاهلي ابدا كده هيبدا الشوط الثاني ناقص عدد ثاني مودي للدرع لمودي سامسام بيعمل له تحجيز لكن ترجع ثاني لاحمد الاحمر ثاني احمد الاحمر يحاول يطلع للدرع لبكار في الجناح خش بكار ويسجل قلت لحضراتكم بكار في الجناح او اكرم يسري لازم حد يقابله من بره يقطع الهجمه اللي بتجيله وانتهى الشوط الاول مشاهدينا متابعينا عبر قناه النادي الاهلي قناه نادي القرن فوز الزمالكاوي 17-12 لكن شوط ثاني اللي هيحصل فيه مشاهدينا الكرام اترككم للاستوديو التحليلي والكابتن هيثم السعيد ضيف الكريم كابتن هيثم ليك الكلمه وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدينا متابعينا عبر قناة النادي الأهلي أسعد بصحبتكم مرة تانية الشكر كل الشكر لكابتن هيثم السعيد وضيفيه الكرام الشكر موصول لقناة الأهلي لنقل هذا الحدث النادي الأهلي والزمالك مباراة لا تقبل القسمة على اتنين زي ما قلنا يمكن بعد اللقاء على طول هيتم تحديد الأربع مراكز الأولى عشان تعمل دورتين مجمعتين الدورة الأولى زي ما قال لنا كابتن هيبت رشاد كابتن السيد عبد المنعم هتكون في نادي هليوبلس في مدينه الشروق يوم 9 و10 و11/3 الدوره الثانيه هتكون هنا في مجمع صلاه الدكتور حسن مصطفى 29 و30 و31 وبعدها مباشره يتم التتويج ببطوله الدوري. الاول هيطلع بعد نهايه المباراه بالترتيب الاول ثاني الاول هيطلع بنقطتين، الثاني هيطلع بنقطه ونص، الثالث هيطلع نقطه واحده، الرابع هيطلع بنص نقطه. نتمناها ليله حمراء ليلة مباركة على النادي الأهلي إن شاء الله يفوز ويوصل كأول ويبقى معاه نقطتين. لو قلنا الترتيب قبل كده هنقول إن الزمالك الأول الأهلي الثاني سبورتنج ثالث بنك أهلي رابع طلائع الجيش خامس وسموحة السادس. لكن الترتيب ده قبل هذا اللقاء أو قبل الجولة الأخيرة اللي هي بتتلعب النهاردة إن شاء الله هيكون فيه ترتيب ثاني ونشوف ونتابع مع بعضينا إيه اللي هيحصل في الملعب ننزل ملعب مباراة ونشوف ونوصف لحضرتك. يمكن النهارده طبعا الذكرى ليلة الإسراء والمعراج نتمنى طبعا على مصرنا الحبيبة الخير والسعادة وإن شاء الله تكون ليلة مباركة على الأمة الإسلامية جميعا كل عام وأنتم جميعا طيبين وبالخير والسلامة. طبعا بكرة طبعا هقول لحضراتكم برضو لازم بكرة لازم يكون في مباراة
يعني يتمنى فيها الفوز للنادي الاهلي. الاهلي هيلعب مع صن داونز جنوب افريقيا في كره القدم، اتمنى الفوز للنادي الاهلي عشان يتصدر المجموعه ويحافظ على البطوله الغاليه اللي هي بطوله افريقيا. لسه المباراه ما بداتش في التنفيذ، انا شايف كده طبعا الاهلي هيلعب ناقص واحد حتى يكتمل قدامه دقيقه و40 ثانيه وهنشوف ونتابع ايه اللي هيحصل. طلع حارس المرمى طبعا عبد الرحمن حميد وهنشوف بقى مين اللي هينزل على طول على التنفيذ. محسن رمضان للجزيري، هات وخد باك اليمين الجزيري في نص الملعب، طلع كورته ناحيه الشمال لسه الكره الثاني، يستلم اسلام يرجع تاني للجزيري اللي هيعمل اختراق ويعدي يكون ياخد تاول رميه حره واقع ان شاء الله يكون سليم ويقوم يكمل. ينزل له على طول دكتور محمد ابراهيم طبيب الفريق وهنشوفه نتابع مع بعض ان شاء الله. امي الجزيري سليم في دقيقتين ولا في ايه؟ هنشوف ونشاور في كده مشاوره في دقيقتين على محمد رمضان هتلر الصغير، يبقى كده في نقص عددي قدام النادي الاهلي. ترى يلحق فارق خمس اهداف انتهى الشوط الاول 17 12 لصالح نادي الزمالك. ترى ان شاء الله يلحق الاهلي كده في نقص العدد ده ونشوف ونتابع. اول تبديلات الاهلي اسلام حسن في النص، راح الجزيري في الباك الشمال، في اليمين موجود محسن رمضان، بتاع الدايره موجود عادل، ده تشكيله الاهلي. موجود في الاجنحه مهاب سعيد رقم 48 في اليمين، الناحيه الثانيه موجود سيسي احمد هشام 79، والهجمه الاهلاويه اسلام حسن على طول محسن رمضان للجزيري، جري من غير كوره يستلم ثاني محسن رمضان لكن قطعها بكار، يقدر الاهلي يلم الكوره كويس قوي وتصويبه وهدف. نزل عبد الرحمن طه، اول ظهور لعبد الرحمن طه في حراسه النادي الاهلي. عبد الرحمن طه نزل في حراسه النادي الاهلي. الاهلي الزمالك بيقدر ان هو يروح في اتجاه الكوره ويقطع مسارها وبيقدر يعمل منها هدف. هنشوف ونتابع ونظل للروبي مدرب عام نادي الزمالك والهجمه الاهلاويه. اسلام حسن على طول محسن رمضان، هات وخد الجزيري لمحسن، يطلع عادي من على الدايره يعمل تقطع كويس قوي، ترجع التانية ويقطع الكوره للمره الثانيه. يا جماعه لازم هنا الكلام، لازم هنا الحديث، لازم هنا الحوارات، لازم هنا الكلام يتقال، حاجات كتيره لازم تتعمل، في حاجات كتيره لازم تتعمل هنا. والهجمه الاهلاويه انا شايف والله رقم 13 فوكس نزل، سيف هاني وفاول للنادي الاهلي. تاني مصطفى اسلام حسن، اسلام على الدايره هيصلى اكتر ولا هيعمل ايه؟ طلع لفوكس ينزل في الجناح عنده على طول مهاب سعيد على الدايره تاني لكن فاول عكس على النادي الاهلي. وكرتون جاي يلعب يستنى الكوره يطلع لمودي على مهل الزمالك. طبعا حارس المرمى هيطلع كريم هنداوه، هينزل لعيب على الدايره، بينزل محمد طارق رقم 21. اكتمل الاهلي الهجمه الزملكاويه، مودي هات وخد للدرع ويطلع بكره يستلم الجناح، بترجع تاني عند الدرع يجري مودي ويستلم وهو بيجري كويس قوي، بترجع تاني للجناح لمودي تاني للدرع، بترجع تاني يحاول يعمل اختراق وسقط على الدايره حلوه قوي لكن داس على الخط تبقى رميه مرمى الاهلاويه. اتلعبت على طول عبد الرحمن طه ليه الجزيري يوصل تعادي الجزيري يحاول يشوط لكن ياخد فاول، رميه حره للاهلي. نوقف الملعب هنا، اعتقد ان في ميه في الملعب وفرصه للتغيير اللاعبين. يطلع على طول ابراهيم المصري وبينزل على الدايره احمد عادل، واكتمل نادي الزمالك وعلى طول الكوره اسلام حسن لفوكس، هيحدى فوكس سقط على الدايره حلوه العادي وسجل حلوه قوي قوي،
سقط على الدايره حلوه قوي قوي العادل اللي بيخش ويسجل هدف للنادي الاهلي. هجمه زملكاويه الدرع طلع الكوره، وده الكلام اللي احنا بنقول عليه، لازم الكوره تقطع تغيير مسار الكوره، يرجع للكوره حلوه للاهلي ويسجل ويسجل. لازم هنا يتقابل من بره ويقطع مسار الكوره، احمد هشام عملها وعدى وسجل هو ومين؟ هو ومهاب سعيد الاثنين الاجنحه 79 و48 مهاب سعيد وسيسي، قدروا هم ينجحوا ان هم يقروا مسار الكوره ويقطعوها وسجلوا منها هدف. لكن الهجمه زملكاويه، يبدا الاهلي يلعب 4-2 عشان يقطع الكوره من بره، يستلم مودي بالدرع على طول، هات وخد لعب الجناح يخش والعارضه ويلمها الاهلي على طول، عبد الرحمن طه هات وخد سريع جدا، عدى نص الملعب اسلام، كمل اسلام هيعدي الاختراق توصل لفوكس لاسلام تاني يقطعها، لكن فيزو ضرب قوي في رميه حره اهلاويه، رميه حره اهلاويه، يطلع المصري وينزل عادل، ينزل احمد عادل على الدايره، اسلام حسن فوكس انا معايا لسه على طول، هات وخد مع سيف هاني لاسلام للجزيري، تصويبه في العارضه لكن بره الملعب، تيجي في الدفاع وتبقى بره الملعب، رمي الجانب اهلاويه. مهاب سعيد يطلع كورته على طول بره للجزيري، الجزيري يعمل اختراق يعدي سقط كره للجناح ويخش والعارضه لكن ترجع تاني، لكن هنا ده يسعر بره، ده يسعر الخط احمد هشام سيسيه، تبقى رميه مرمى، اتلعبت رميه مرمى من جوه، لازم تلعب من جوه رميه مرمى للزمالك اهو، مشاور البلتاج طلع كره كاتونجا للدرع، يحيى الدرع مودي ليحيى، هات وخد من الخط الخلفي، لسه التمريرات الاهلي بدا يلعب 4-2 عشان يقطع الكوره من برضه، لكن لسه الكوره مع الدرع، ارتقاء عالي يلمها الدفاع والهجمه المرتده، لو عدى لو عدى يكمل، فاول فيها عقوبه، فاول فيها عقوبه اكيد، كان عامل هجمه مرتده سريعه لكن حمد ناصر والبلتاجي يقطفوا بالرمي الحر. والهجمه الاهلاويه على طول، سيف هاني طلع كورته عند اسلام حسن، يحاول يعدي ياخد فاول اسلام، رمي حر اهلاويه، لسه الكوره اسلام حسن لفوكس، يحاول يعدي اختراق كره لفوكس، طلع كره للجناح والعارضه وتمنع وكريم هنداوي، والعارضه وكريم هنداوي كان على طول داخل والله مهاب سعيد، لكن الكوره تمنع العارضه وكريم هنداوي يمنع الهدف، ابتدت ترجع الكره الاهلي، فوكس لمهاب، مهاب في حاجه كده في رجل مهاب، ان شاء الله يكون سليم، احنا عندنا اصابات النادي الاهلي لسه حتى الان 3 اصابات، عندنا كاستيلو، عندنا عبد الرحمن فيصل، عندنا عمر سامي، الثلاثه ليهم وزن في هجوم الاهلي، لكن الاهلي بمن حضر، اتعلمنا كده وعرفنا كده، ان شاء الله يكون سليم ويقوم يكمل مهاب سعيد وتكمل اللقاء، وان شاء الله يكون ليه دور في تعديل النتيجه. الاجنحه النهارده بتاع سواء الاهلي او الزمالك اعتقد ان هم ليهم دور جامد جدا في النتيجه، لكن لو قدرنا نقرا المباراه سريعا كده هنلاقي ان الزمالك نجح في اللي المفروض الاهلي يعمله، ان هو يقرا خط سير الكره ويقطع الكره ويجيب منها اهداف. خارج ان شاء الله يكون سليم، نطمن عليه جميعا، الف سلامه عليك يا مهاب، ان شاء الله يكون سليم كده ان شاء الله باذن الله. احنا بقول لحضراتكم عندنا 3 اصابات، يعني مش مستاجه تاني اصابات تانيه، ينزل بقى كده مكانه اعتقد محمد سليمان شاهين، محمد سليمان شاهين نزل اهو في الجناح مكان مهاب سعيد. لسه الهجمه الاهلاويه، نلعب في الدقيقه السادسه من زمن الشوط الثاني، التقدم زملكاوي 19-14، وعلى طول الكره محمد سلاشين، سلاشين يطلع كره لجزيري وهدف، كنت فين يا جزيري من بدري؟ كنت فين صحتنا؟ ارتقاء عالي وتصويبه وهدف للنادي الاهلي، ورد على الدرع ثاني، ترجع الكره لاكرم يسري، يسجل اكرم يسري من الجناح بيخش ويسجل،
قلت لحضراتكم الاجنحه لازم يتقطع الكوره قبل ما توصل لهم. وعلى الدايره ابراهيم المصري ياخد الكوره، كان لسه ما غيرش، لكن الكوره تتلعب على طول للزمالك. الدرع لمودي، للدرع على مهله خالص. الدرع بقى يبدا يمسك الملعب. محمد رمضان لسه على الدايره، هيخرج طبعا وينزل سامي نوار، وسام سامي نوار ينزل، يطلع محمد رمضان. الدرع التنفيذ لسه، يحيى الدرع لمودي، يحيى المودي، وتغيير في مراكز اللاعبين. ترجع تاني مودي في النص، و4 2 الاهلي بيلعب قدام. لسه الكوره لوسام سامي نوار، يحاول يلف بجسمه ياخد فيها، ولوسام يحاول وسام كده ان هو يلف بجسمه لكن ياخد فاول من بره 9 امتار. وبدا الاهلي يلعب اهو 5-1، يحاول يقطع زاويه التمرير. كنت لسه الكوره تاني، شويه ارتقاء وتصويب، لكن والله عبد الرحمن طه يمنع. عبد الرحمن طه يمنع هدف اكيد، والكره مرتده سريعه لفوكس، يعدي يكمل يطلع كورته عند الجزيري، يخش فاول عكسي، يخش اتحسبت فاول عكسي، فاول عكسي. يبقى رميه حره للنادي الزمالك. جهاز الاهلي كله اللي بيعترض، كابتن عبد الحليم شعبان بيقعد ناس، المراقب الفني الموجود. لسه الهجمه زملكاويه. مودي على التنفيذ، طلع كورته، توصل عند احمد حسام ميدو، لمودي تاني، للدرع يقابله من بره، حاول يمنع الكره توصل لمودي تاني، احمد حسام ميدو لسه فاول. يطلع وسام سامي نوار عشان يلعب الكوره لميدو، يلعب الاهلي الدفاع المتقدم، حاول كده يمنع الكوره من بره، انت توصل لاحمد حسام، خش احمد حسام ويسجل، ويسجل هدف على طول. الكره تلعب السريعه، يرجع لفوكس، هتاخد مع اسلام حسن، يستنى التغيير، يطلع عادل، ينزل عادل ويطلع ابراهيم المصري. اسلام حسن، سيف هاني، فوكس على طول لعادل، تمرير من الخط الخلفي. لسه بقى هيقفلوا على الجزيره ولا هيعملوا ايه؟ سقط الكوره لكن يطلعها دفاع الزمالك، والمرتده السريعه بكار، يعدي ويسجل الكوره على طول. كوره حلوه لكن العارضه، العارضه تمنع الهدف، تبقى الهجمه الاهلاويه. اكرم يسري حطها في العارضه لكن لسه الهجمه. الجزيري تاني، الزمالك بيقطع لكن لما تاني الجزيري ياخد فاول. الجزيري اسلام حسن للجزيري، وتغيير في المراكز تاني. فوكس في الباك اليمين، اسلام في النص تاني، هتاخد حاول يسقط عادل، ترجع تاني لفوكس، يستلم على مرتين، ترجع تاني للجزيري، ارتقاء تصوير، هدف لتاني، هدف تاني للجزيري. واضح جدا ان لازم الجزيري ايه يزود عن كده شويه، 16-21 فارق 5 اهداف. نلعب بدايه الدقيقه 10 من زمن الشوط الثاني. مودي الزمالك، الدرع الزمالك، احمد حسام ميدو الزمالك. وهنا الكوره كده بيغيرها كابتن ناصر، كابتن حمدي ناصر بيغير الكوره، ولا هينشفها ولا هيعمل ايه، لكن اللاعب واقف. اقول لحضراتكم سريعا كده، اثناء توقف المباراه الاهلي حصل على كاس مصر 6 مرات، حصل على لقب دوري الابطال 5 مرات، حصل على كاس الكؤوس الافريقيه 3 مرات، حصل على السوبر الافريقي مره واحده، حصل على البطوله العربيه للانديه 8 مرات، حصل على تاني العالم للانديه سنه 2007 في القاهره. بالتالي الاهلي صاحب بطولات، صاحب انجازات كثيره، لكن البطوله المفضله هي الدوري العام. نرجع للقاء، بكار حاول يعدي توصل لميدو، لمودي تاني، لاحمد حسام ميدو، لمودي هتاخد، للدرع اتقفل على وسام سامي نوار، بترجع تاني للدرع، وتمرير تسليم، لكن هنا في شرط اللعب السلبي، كان في رميه جانبيه للزمالك. اكرم يسري للدرع، لازم هنا يعد حمدي ناصر، الدرع 4 خطوات ولا ايه، لكن في فاول، اتحسب فاول على الاهلي. لسه وسام سامي نوار على التنفيذ، لمودي، للدرع، هيصوب ولا هيعمل ايه؟ ياه كان لازم يصوب، عشان كده خلصت التعداد، خلص التعداد. والهجمه الاهلاويه
على طول يجري ويعدل ويكمل وسقط على الدايره. حلوه حلوه حلوه، يجري اسلام حسن بالكوره ويقابل عادل على الدايره، يستلم عادل ويسجل هدف لنادي الاهلي. وهنا بيطلب المدير الفني لنادي الزمالك الوقت المستقطع. يا ترى اوليفر هيقول ايه لفرقته؟ نسمع ونتابع. بص بص حصل الدقيقة 11 من زمن الشوط الثاني، المباراة الأخيرة في المرحلة الثانية للصعود على المنافسة على اللقب، دورتين مجمعتين زي ما قلنا لحضراتكم. يطلع الأول بعد هذا الترتيب بعد هذا اللقاء بنقطتين، الثاني بنقطة ونص، الثالث بنقطة واحدة، الرابع نص نقطة. ده الترتيب اللي هيخش بيه الدورات المجمعة، الدورتين المجمعتين، واحدة هتبقى في نادي اليوبلس في الشروق والثانية هنا على صالة دكتور حسن مصطفى. نرجع لملعب المباراة. يا ترى اوليفر قال ايه للاعيبته؟ الدرع يستلم، طلع الكورة عند مودي لاحمد حسام ميدو، مودي تاني بسيوني، هتاخد مع احمد حسام، ترجع تاني دفاع متقدم من النادي الاهلي عشان يمنع الكورة، ترجع تاني لمودي، سيب الكورة عند احمد حسام، ترجع تاني للدرع، شرط اللعب السلبي، يقابل فوكس الدرع يعمل تصويبة، ترجع تاني ليه مودي ويسجل مودي من الباك اليمين، بيخش ويسجل مودي هدف لنادي الزمالك. يطلع برضه ابراهيم المصري وينزل احمد عادل على الدايره، يستلم فوكس ويسلم حسن للجزيري لفوكس، يطلع تاني يستلم من بره محمد سليمان داشين، محمد داشين على طول في دقيقتين كده على مودي من الزمالك، سلم على حمد ناصر وهو خارج، دقيقتين على نادي الزمالك. حتى الان الاهلي لم يستغل النقص العددي لنادي الزمالك والهجمه الزمالك الاهلاويه على طول. فوكس اسلام حسن، هتاخد الجزيري، يلا جزيري عدي، جزيري عدي، جزيري سجل، يسجل الجزيري، عدي يا جزيري وسجل. في اختراقات في تصويبات، الهدف ال 18 للاهلي، 18 22. هنا هيطلع كوتونجا محسن كريم هنداوي وهينزل على طول الدرع، سيف الدرع دلوقتي الاخرون في الملعب، سيف الدرع هتاخد ميدو، يطلع اكرم نويسر يستلم ليحيى لسيف، شرط اللعب السلبي ليحيى تاني، يقابله فوكس، عد من فوكس ياخد فاول، رمية حرة هيد بقى هدا يعد البلتاجي، الدرع ليه ميدو يحاول يعدلك، الكرة اتقطعت تاني للدرع واتقطعت تاني للاهلي، لسه الكرة لو خد باله كان هو والجون، يقدر يلا يقدر يلا يقدر يسجل، يسجل اسلام حسن، يسجل اسلام حسن المرتده السريعه، وعلى طول كريم هنداوي ساب الملعب وساب الكوره وجري على اسلام حسن. هو ده اللي احنا بنناشده من الرياضه، هو ده الرياضه، هو ده مكسبنا الحقيقي في الرياضه المصريه. اسلام حسن رغم انه مسجل هدف لكن كريم هنداوي جري عليه عشان يطمن عليه. الهجمه الزملكاويه، الدرع هتاخد الاخوين درع، سيف طلع كورته على طول، يستلم سيف لميلو لسيف تاني ليحيى، هيعدي هيكمل ياخد فاول، ياخد فاول يحيى،
رامي حرة زملكاوية على طول يطلع وسام سامي نوار يلعب للدرع يحيى الدرع السيف ليحيى تاني يقابله فوكس من بره يعمل معاه فاول يكمل لكن تيجي في المصري في دقيقتين على لاعب الاهلي اعتقد هنشوف لمين لفوكس سيفهاني واخد دقيقتين سيفهاني واخد دقيقتين ناقص العدد مش في صالح الاهلي ابدا داخلين على نص الشوط والتقدم مازال لصالح النادي الزمالك على طول الكوره هاتوا خد يحيى لسيف ليحيى وتصويبه وهدف وتصويبه وهدف من يحيى الهدف 23 23 19 يطلع عبد الرحمن طه ينزل بقى على طول دلوقتي محصل رمضان رقم خمسه محصل رمضان كده هيبقى جنبه في الجناح اليمين موجود محمد لاشين محسن اهو اللي معاه الكوره اسلام حسن يطلع عادل يستلم من بره للجزيري هات وخد جاري من غير كوره يطلع مان تو مان على اسلام ترجع الكوره تاني حاول يعدي الجزيري لكن مقطوعه والجول فاضي يعدي ويكمل بكورته يحاول يخش ويسجل يحاول يخش ويسجل وفي دقيقتين على النادي الاهلي نقص عدد كتير مش في صالح النادي الاهلي نقص عددي خارج 79 احمد الشمس سيف لعيب ليه وزن وليه تقله في الملعب لكن واخد دقيقتين دقيقتين والهجمه الاهلاويه الجزيري اسلام حسن بعد يطلع مان تو مان مع محسن رمضان عشان عارفين تصويباته بيطلع له بكار من بره لكن ترجع تاني للجزيري يطلع عادل من على الدايره يستلم يقرب كورته عند اسلام حاول يعمل اختراق بترجع تاني للاشين لاسلام يصوب من تحت ولا هيعمل ايه؟ عدى كورته رجع تاني للجزيري شالت اللعب السلبي حاول يسقط لعادل استلم عادل لكن ياخد فاول ولا ايه؟ لا قطع من جوه الدايره قطع من جوه الدايره تبقى الهجمه زملكاويه رامي يتمرن اتلعبت على طول يحيى الدرع يستلم على مهنا يطلع لاكرم يسري ليه سيف الدرع ليحيى هات وخد مع سيف الجزيري يقطع لكن ترجع الكره على طول الكره سريعه جدا لاكرم يسري يسجل منها اكرم يسجل منها اكرم شايف والله مصطفى بشير بدا يدفع بيه اوليفر رقم سبعه مصطفى بشير لسه الهجمه في الاهلاويه ناقص العدد موجود على طول محسن رمضان اسلام حسن هات وخد والتمريرات ويحاول يعدي والتصويبه لكن يشيلها كريم هنداوي ياخد فاول بدا الاهلي يدفع برقم 11 عبد العزيز ايهاب زيزو تاني محسن طلع كورته عند الجزيري طلع الاسلام للجزيري وتصويبه من الجزيري وقلت لحضراتكم هو ده الحل هو ده الحل دلوقتي الجزيري لازم يشوط لازم يعمل اختراق لازم يسجل من بره من جوه لازم يسجل 20-25 والهجمه لنادي الزمالك سقط الكوره عند ايهاب بكار بكار يخش لكن خارج الملعب رامي يتمرن عبد الرحمن طه على التنفيذ اكتمل النادي الاهلي اكتمل النادي الاهلي نزل احمد شمس السير الحمد لله سليم للجزيري للسيسي تاني للجزيري هتاخد توصل عند اسلام حسن محسن رمضان في الباك اليمين اسلام تاني هتاخد مع الجزيري داري من غير كوره واربعه اتنين على الدايره بزياده عدديه مين هيعدي مين هيشوط مين هيسجل مين هيفوت مين هيسجل على طول اسلام حسن بيسجل الهدف ال 21 21 25 زياده عدديه على الدايره يعني معنى كده لازم في اختراقات او تصويبات من بره
وده اللي عمله اسلام حسن وسجل منها هدف ال 21. والهجمه زمالك قويه، هاتوا خد من الخط الخلفي، تمرات كتير قوي للدرع، يحاول يعمل اختراق، اعتقد فاول عكس ولا ايه؟ لا اتحسب فاول على الاهلي، اتحسب فاول على ابراهيم المصري. يطلع وسام سام منور يستلم الدرع، حاول يتقابله من بره، قابله من بره اربع خطوات، برافو اربع خطوات، قلت لحضراتكم هيقابله من بره، عمل اربع خطوات، اتلمت الكره للجزيري، هو الجون يعدي الجزيري، يكمل الجزيري، يسجل الجزيري، يعدي الجزيري ويسجل الجزيري، قلت لحضراتكم مخترقات الجزيري تصويباته من بره هي الامل الوحيد للاهلي. وقع الجزيري على الارض، ان شاء الله يكون سليم، حسدناك ولا ايه؟ ان شاء الله يكون سليم ويقوم يكمل. وصلنا لفرق ثلاث اهداف، 25 الزمالك 22 الاهلي، نلعب في الدقيقه 19 من زمن الشوط الثاني. مشاهدينا متابعينا، اخر مباراه في المرحله الثانيه، المنافسه على اللقب، دورتين مجمعتين، الاولى في الشروق والثانيه هنا في مجمع الصالات دكتور حسن مصطفى. الاولى ايام 9 و10 و11، الثانيه 29 و30 و31 مارس، وبعدها يعلن اللقب. قام الجزير ان شاء الله سليم، استنى ثلاث هجمات بره، فبالتالي نزل فوكس تاني، استنى ثلاث هجمات الجزير بره في كده. كابتن عبد الحليم شعبان بينده، كابتن حمد ناصر هنشوف يا ترى في ايه، يا ترى في ايه كده بيتكلم كابتن حمد ناصر، هيغير الفانيلا ولا ايه؟ هنشوف. تغيير الفانيلا بس مش اكتر من كده. يحيى الدرع غير فانيلا، والهجمه للزمالك، يحيى السيف ليحيى، لسيف هات وخد، بشير على طول يطلع منور يستلم ببشير، مصطفى بشير تطلع الكره تاني للدرع، حاول يطلع كره السيف، هات وخد، يحيى يحيى هيعدي كوره، ترجع تاني شهرات اللعب السلبي، تصويبه وطه يشيلها، لكن في زباره ورميه حره، رميه حره زملكاويه، هيبدا يعد حمد ناصر، الدرع الدرع تصويبه لكن خارج الملعب، رميه مرمى رميه مرمى، اتلعبت الكره سريعه عبد الرحمن طه، اسلام حسن عدى نص الملعب، طلع اسلام لكن مقطوعه من فوكس، لكن لمها تاني فوكس ويقف على كورته، طلع الكره عندي ايه؟ حلوه قوي قوي، طلع كرة عند محسن رمضان اللي بيخش محسن ويسجل هدف ال 23، واول مره نوصل لفارق هدفين. بدا الاهلي يزيد، فارق هدفين لسه، نلعب فين؟ هنبدا نخش على الدقيقه 20 من زمن الشوط الثاني، وهنا الاهلي الزمالك مطلع حارس المرمى وبيلعب بسبع لعيبه، حس بالخطوره، لكن هنا المرمى خالي والهدف هيبقى غالي لو اتقطعت الكوره، لو اتقطعت الكوره تاني الدرع شرط اللعب السلبي، اتقطعت الكوره وجول ويسجل، قلت لحضراتكم لو اتقطعت الكوره هيبقى الهدف غالي، وعلى طول الهدف ال 24 للنادي الاهلي عن طريق احمد هشام سيسيه يسجل هدف ال 24. هنبدا صوتنا يعلى، الفرق بدأ يقل، فرق هدف واحد، وقلت لحضراتكم وأذكر تاني، لا بديل عن الأهلي عن الفوز إذا أراد أن يطلع أول مجموعة، يطلع بنقطتين. إبراهيم المصري يمنع الكرة لكن ترجع تاني الزمالك للدرع، حاول يعمل اختراق، ترجع تاني ليه؟ مصطفى بشير يخش ويسجل، مصطفى بدافع الزمالك بفلفل مكان كريم هنداوي، أول ظهور لفلفل، محمود خليل لسه الهجمه اهلاويه، فوكس يطلع عادل يستلم، طلع عند محسن رمضان يعمل له تحجيز، عد محسن ترجع تاني لاسلام حسن، يكمل اسلام ويشيلها فلفل، ويشيلها فلفل، تبقى الهجمه المرتده للزمالك على طول، مصطفى بشير طلع كورته عند اكرم يسري، ايه يخش ويسجل، يخش ويسجل اكرم يسري، يبدا الفرق تاني يعلى لثلاث اهداف، لكن الهجمه الاهلاويه حلوه قوي قوي، كمل اسلام حسن في الكره وسريع جدا وسجل هدف ال 25 25 27 الدرع على التنفيذ، على مهله يقف على كورته، على مهله تاني الزمالك،
بيطلع حارس المرمى ينزل 4-2 على الدايره، عاوز يعمل زياده عدديه على لعيبه الاهلي، لكن لو اتقطعت يبقى المرمى خالي والهدف غالي. الدرع مصطفى بشير، اتقطعت الكوره والهدف 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 الاهلاوي والهدف الاهلاوي. قلت لحضراتكم لو اتقطعت الكوره الهدف، المرمى خالي والهدف غالي، ويخش على طول ويسجل محمد سليمان شاهين الهدف ال 26 26 27 تاني. ما زال الاهلي الزمالك بيلعب بنفس الاسلوب، تاني الزمالك بيطلع حارس المرمى بيلعب بسبع لعيبه جوه الملعب في الهجوم. الدرع هات وخد، مصطفى بشير 4-2 على الدايره للدرع، يحاول يسقط تاني لبشير، يعمل اختراق بشير ويسجل ويسجل بشير ويسجل بشير. ايه الهدف ال 28 28 26 ويعمل اختراق اسلام حسن، لكن ياخد فاول رمي حره، ياخد فاول اسلام رمي حره، يروح عادل على التنفيذ يستلم. عادل محسن رمضان اسلام حسن، تغيير في مراكز النادي الاهلي، ترجع للجزيري، تعادل للجزيري، يطلع الزمالك يلعب 5-1 في الهجوم والدفاع، لسه الجزيري مع الكوره، سقط لعادل جت في رجليه، يبقى الهجمه مرتده للزمالك اتلعبت، لكن هي دفاع الاهلي بيقدم بيقدم عشان يقطع الكوره، لكن على مهله بقى الزمالك يرجع كده كده ثالث مرة يطلع برضه فلفل وينزل 4-2 على الدايرة. سلاح ذو حدين، لو اتقطعت المرمى غالي والهدف غالي. والتاني الدرع يشوط، ترجع تاني في الدفاع وعلى الدايرة يستلم وسام، كان رامي الجانب أهلاوية، رامي الجانب للأهلي وعلى طول فلفل يجري ينزل، لعبة للأهلي إسلام حسن على مهله، إسلام حسن على مهله في هنا تايم اوت، بيطلبوا كابتن طارق محروس ترى هيعمل ايه وهيقول لهم ايه. هنا الهجمه اللي فاتت منع الكاميرات ان هي توصل عنده وتسجل بيقول ايه، عشان كده احنا هنسمع الزمالك بيتقال ايه، نسمع ونتابع. انتهى الوقت المستقطع مشاهدينا متابعينا عبر قناة الأهلي، ننزل ملعب المباراة ونشوف. وهنا الكابتن طارق محروس طبعا طلب تايم اوت بداية الدقيقة ال 24 عشان يحتفظ لنفسه لوقت مستقطع اخر ممكن يطلبه عند الحاجة. الفارق هدفين لسه بدري، 6 دقائق تفصلنا عن نهاية اللقاء، فارق هدفين للزمالك والهجمة الأهلوية. على طول يبدأ محسن رمضان، استنى لسه الكرة ما بدأتش، على طول يلعب محمد لاشين، اسلام حسن، اتنقل محسن في النص، تغيير في مراكز اللاعبين للاهلي، يطلع احمد عادل يستلم، طلع على طول ليه اسلام حسن، يعمل اختراق اسلام، طلع الكرة لريم محسن رمضان، يطلع للجزيري، هيشوط هيسجل، هيشوط ويسجل الجزيري، هيشوط ويسجل الجزيري، الهدف ال 27 27 28 هجمة زملكاوية، على طول بيستلم كده وهو بيجري مصطفى بشير ويسجل هدف 29. تاني الهجمة الأهلاوية على مهله محسن رمضان لإسلام حسن، يبدأ بقى يطلع مصطفى بشير، خليه كده لو جاب الكاميرا عليه هيقرب من الجزيري خالص، أدي الجزيري
عملوا تحجيز كويس قوي، وتصويبه هايله من اسلام، تصويبه هايله من اسلام حسن، والهدف ال 28 28 29 والهجمه للزمالك مصطفى بشير. رجع الزمالك لقواعده سالما، بدا يلعب بالست لعيبه بس، وسام سامي نوار يطلع الكره للدرع، يقابله من بره لشين، لكن تاني لسه الكره معاه بشير، فاول مصطفى بشير. احمد هشام سيسي كان داخل عليه، لكن ترجع تاني الكره للدرع، يقابله لشين، ترجع لبشير، اشاره اللعب السلبي، تسويبا من الدرع بره الملعب، رايب يتمرمى على مهلك بقى يا طه. عبد الرحمن طه، اسلام حسن يعدي نص الملعب، لو عمل اختراق، لو كمل، لو دخل، لكن ياخد فاول اسلام، ياخد فاول اسلام حسن. هجمة الاهلاويه، احمد عادل على التنفيذ، 28 29 الجزيره، اسلام حسن، هاتوا خد الجزيره اسلام، يطلع كده يستلم لشين، لشين يعدي ويسجل هدف التعادل، يعدي لشين ويسجل هدف التعادل، 29 29 29 29 الهجمة زملكاوية، الدرع على طول يحيى لسيف ليحيى تاني، بكار يجري من بره بيستلم، لكن توصل الكرة عند مصطفى بشير لبكار، لبشير للدرع، يحاول يعمل اختراق، يكمل يلعب الكرة، كان ياخد فاول الزمالك، وأوليفر بيقول لهم تاني، أوليفر بيقول لهم تاني، يعني جري من غير كورة، وتسليم واستسلم من بره، الدرع يحاول يعمل اختراق، وطه يشيلها، وطه يشيلها، وطه يعدلها ويشيلها طه. عبد الرحمن طه يمنع، اسلام حسن يستلم، يجري بكورته، على طول يعدي، يقف على كورته ويستنى، اسلام. يبدا الهجمه المنظمه على مهله. اسلام للجزيري، لمحسن رمضان في اليمين، محسن لاسلام في النص، هات وخد من الخط الخلفي للجزيري، لاسلام تاني، هات وخد، تغيير في المراكز، ينزل كده الجزيري في النص، لكن يسلم الكره عند محمد لاشين للجزيري، لاسلام اللي بيحاول يعمل اختراق، لكن ياخد فاول اسلام، ياخد فاول اسلام، رمية حرة أهلاوية، إسلام حسن والجزيري، نشوف هيعملوا إيه، أدي إسلام للجزيري، يطلع لشين يستلم، يحاول يعدي، يكمل بكورته، لكن لسه الكرة حلوة قوي لمحسن، ورمية جزائية، محسن رمضان بيخش وياخد رمية جزائية، رمي السبع أمتار، وفيها دقيقتين للدرع، دقيقتين على سيف الدرع. بداية الدقيقة 28 27 دقيقة 59 ثانية، يعني الدرع هينزل في آخر ثانية من المباراة. يا ترى هيبقى هدف التقدم ولا إيه؟ الجزيرة رايح وبيتمنى له التوفيق أحمد هشام سيسي، وفي الملعب فلفل، المواجهة الجزيري وفلفل، ايه اللي هيحصل؟ هنتابع اللقاء، الاهلي والزمالك نهايه المرحله الثانيه، الجزيري وفلفل مواجهه فرديه، والجزيري هاوش ويسجل التقدم للاهلي، ويسجل التقدم للاهلي 30 29، وهنا بيطلع فلفل وبينزل مودي عشان يبقى ست لعيبه قدام ست لعيبه، دفاع وهجوم، مودي مصطفى بشير لمودي للدرع، لكن يرجع تاني مودي في كلامه، يرجع لمصطفى بشير للدرع، يحاول يتقابل من بره، يعمل لفه بجسمه، لكن ياخد فاول رميه حره، حاول كده يعمل خداع بجسمه عشان يعدي بالكوره من محمد لاشين، لكن خد فاول، ملعب واقف، لكن لسه التنفيذ للزمالك، واول تقدم للنادي الاهلي 29 30.
عبد الرحمن طه عمل فرق جامد في الشوط الثاني. لسه الهجمه زملكاويه. وسام سامي نوار الدرع لمودي. بكر يجري من غير كره ويستلم كصانع العاب. ترجع تاني لمشير للدرع يحاول يشوط لكن ترجع تاني لمودي وبيخش الكره عند ويشيلها. قلت لحضراتكم والله عبد الرحمن طه عمل الفرق. عبد الرحمن طه عمل الفرق واول كره تضيع من اكرم يسري من الجناح. لكن لسه الهجمه زملكاويه. الدرع على التنفيذ يحاول يعدي ياخد فاول الدرع. فديتين على لاعب النادي الاهلي. نقص عددي للنادي الاهلي. اعتقد محمد لاشين هو اللي خارج. دقيقتين على محمد لاشين الاهلي. هجمه زملكاويه. مودي لبشير لمودي الثاني هات وخد يطلع وسام سامي نوار. لكن تطلع الكره ثاني لبشير ليه يعدي لاكرم اللي بيخش ويشوط ويشيلها ويشيلها طه. لكن هنا في رميه جزائيه بيشيلها طه. لكن هنا في رميه جزائيه رمي السبع امتار مشاور البلتاجي. واقع لاعب النادي الزمالك على الارض اكرم يسري. بالتالي لازم يطلع اربع ثلاث هجمات لننزل الدكتور. رميه جزائيه في عقوب كمان دقيقتين. هنشوف على مين تاني. اعتقد ياسر سيف ولا مين ده الجزير اللي خارج. الجزير اللي خارج دقيقتين. الجزير اللي خارج دقيقتين. هاكر بيسري على التنفيذ ما خرجش. وعبد الرحمن طه وهدف التعادل. هدف التعادل. الاهلي اربعه في الملعب. اربعه في الملعب. اعتقد هنا كابتن طارق محروس لازم التايم اوت اللي هو متدخله. متدخله عشان الوقت ده. لكن يطلبه امتى؟ ده بتاع الكابتن طارق محروس. فوكس. أربعة في الملعب. ليه؟ على الدايرة عادل يخش ويسجل عادل ويسجل عادل ويسجل عادل. وهنا الزمالك بيطلب وقت مستقطع. يسجل عادل الهدف ال 31. 31 للأهلي 30 الزمالك. وأربعة في الملعب للأهلي فارق اتنين. في واحد في الزمالك بره. اذا كده في خمسه قدام اربعه. لو الزمالك خرج الجون اعتقد هيبقى في زياده عدديه على الاهلي ممكن تصنع الفرق. قال هنتابعه ولا الاهلي يقدر يحتفظ بالتقدم ويفوز بالمباراه يبقى هو الاول بالمواجهات المباشره. ده اللي هنشوفه ونتابعه مع نهايه الوقت المستقطع. مشاهدينا الكرام مشاهدي قناه الاهلي انتهى الوقت المستقطع وهننزل ملعب المباراه ونشوف اخر 12 ثانيه في اللقاء ايه اللي هيتم فيهم. يا ترى اورفر بيقول ايه للاعيبته؟ هيزود العدد رقم واحد ده ما فيهاش جدال. هيطلع حارس المرمى ويزود العدد اللعيبه بلاعب مهاجم. هنشوف ونتابع ايه اللي هيحصل. زي ما قلت لحضراتكم طلع فلفل وهينزل خمسه في الهجوم. وليه انا شايف كريم هنداوي في الملعب لسه لكن اعتقد هيخرج. فعلا كريم هنداوي بره الملعب اهو. يبقى كده في سته في الملعب على اساس ان هو طلع حارس المرمى قدام اربعه في الدفاع. والهجمه زملكاويه. مودي يعدي للدرع لاكرم يسري يخش ويسجل اكرم يسري ويسجل اكرم يسري هدف التعادل. هدف التعادل عشان ينتهي اللقاء. مشاهدينا متابعينا بتعادل النادي الاهلي مع نادي الزمالك 31-31. وبكده اعتقد ان الزمالك في المركز الاول يصعد بنقطتين. الاهلي في المركز الثاني يصعد بنقطه ونص. مشاهدينا متابعينا سعدت بكم ارجو ان اكون قد اسعدتكم. الان الكلمه للاعلامي المتميز كابتن هيثم السعيد وضيوفه الكرام. اليكم الكلمه.
اكيد طبعا. احنا طلعنا لما فرقنا في جول. عايز اركب الصنجان ولا حاجه؟ قول لي انت جاي.